طيب أوقاتكم مشاهدي الكرام، أهلا بكم في صوت اليمن. انطلقت أمس الأول مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذا لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي قدمته المملكة العربية السعودية، ومن بين مضامينه تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما. خطوة تأخرت لكنها بدأت بالفعل، حيث التقى الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة دكتور معين عبد الملك ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في مستهل بدء المشاورات مع المكونات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها. الآلية التي قدمت لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي تضمنت إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية التي أعلنها مؤخرا، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء لتولى تشكيل حكومة كفاءات خلال 30 يوم. هذا الكلام يبدو جيدا، كل خطوة تحركنا للأمام مقبولة، لكن مهما كان الخلاف على التفاصيل، لذا جاء الاجتماع بين رئيس الحكومة وممثلي المجلس الانتقالي على نحو بارق الأهمية. رسميا اللقاء ناقش أولويات الحكومة الجديدة والتركيز على تشكيلها من ذوي الكفاءات والخبرات المشهودة، لكن فعليا المشاورات كان فيها تفاصيل واشتراطات وسط محاولات شد وجذب. ما يهم الآن هو استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية التنفيذ، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا للجدول الزمني والذي تم من أجل التركيز على معركة اليمن والعرب المصيرية، إيقاف التدخل الإيراني أو المد الإيراني، وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، يعني وبدرجة أولى تحقيق تطلعات الشعب اليمني للسلام والاستقرار والازدهار. رئيس الحكومة المكلف يتحدث عن أن الهدف من هذه المشاورات ليس فقط تشكيل الحكومة الجديدة، بل رسم خطط وأولويات تستجيب لتطلعات المواطنين الذين يعلقون آمالا عريضة على بدء صفحة جديدة يشترك فيها الجميع دون إقصاء أو تهميش. هذا أمر مهم، لكن الأهم أن نجد هذا الكلام على الأرض، وأن نجد وقت التنفيذ اختيارات بعيدة عن المحسوبية أو المكايدة، أن يجد المواطن نفسه في هذه القرارات وفي كل خطوة تتم. يعني لا نريد أنه ترضي للقوى السياسية، نريد ترضي للمواطن، يعني في الأخير هو المواطن المسحوق، المواطن الوحيد الحزين المتعب هو الذي يحتاج إلى ترضية، ليس السياسيين. السياسيين ممكن أي جهة من الجهات تستقبله ويعيش بقية عمره هو وأولاده، انتهى الموضوع. يعني لا أريد أن نتحدث عن مخاوف أو أشياء مقلقة، لكن سنتحدث عن الآمال، أمال المواطن في أن تتوحد الجبهة الوطنية لمقاومة هذا الانقلاب، وأن توحد الجبهة لكي تنحاز له ولهمومه العادية والحياتية. المواطن يحلم بالحصول على راتب منتظم، مياه للشرب، كهرباء لا تنقطع، طرق، خبز، غذاء، مصانع يعمل بها أو شركات تؤمن احتياجاته، بقية الخدمات، بترول، تعليم، علاج، أدوية، إيقاف الجباية. يخرج الحوثي من حياة الناس وسيرتاح الجميع، تعود الدولة. هذه حقوق بالمناسبة، لكنها في الظروف الحالية أصبحت آمال أقرب إلى الأحلام. هل سيحقق اتفاق الرياض ذلك؟ سنرى. نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش، كونوا معنا. بعد أشهر من الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض والذي بات يعرف باسمها لنزع فتيل التوتر وتقاسم السلطة بين الطرفين في المناطق المحررة وتوحيد جهودهما ضد ميليشيات الحوثية، قدمت المملكة العربية السعودية في 29 من يوليو آلية تسريع تنفيذ الاتفاق تتضمن استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة والمجلس.
بموجب الآلية السعودية الجديدة، تم إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة، كما تم تعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير للأمن فيها، مقابل إعلان المجلس الانتقالي تخلي عن إعلان الإدارة الذاتية للمحافظة الجنوبية لإتاحة المجال للتحالف لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، غير أنه لم يمضي على الاتفاق الجديد سوى أيام معدودة حتى طفت على السطح حالات تذمر وقلق واضح لدى سياسيين وناشطين من طرفي الأزمة الجنوبية اليمن، ما أسهم كذلك في رفع درجة التوتر والتأهب لدى الشارع في الجنوب وعلى خطوط التماس في أبيان وشبوة ولحج، ولقطع الطريق أمام إخفاق جديد للاتفاق تم الإعلان عن بدء إخراج القوات العسكرية من مدينة عدن وسحبها إلى أبيان، كما أجرى رئيس الوزراء المكلف لقاءات ومشاورات مع قيادات في المجلس الانتقالي حول تشكيل الحكومة المقبلة، بما يؤشر جدية روعة الاتفاق في إنجاحه هذه المرة في وقت ترى فيه بعض القوى استهداف لها وخصم من حصتها في الحكومة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي عبر الهاتف أستاذ صالح النخعيس عضو مجلس الشورى. أهلا بك أستاذ صالح، وبداية هل أنت متفائل بتنفيذ اتفاق الرياض هذه المرة؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الولي، وشكرا جزيلا على الاستضافة، ولابد لنا من التفاؤل مع أنه الواحد يتفائل وهو لابد أن يأخذ الحيطة والحذر يعني من هذا التفاعل، لا يفرط في التفاعل، ولكن من حقنا أن نتفاعل. ما تم الاتفاق عليه في 23 يوليو بدأت من الجانب الشرعية أنه تنفذ بعض ما طلب في تسريع اتفاق الرياض، وهو تعيين محافظ العدن ومدير أمن، وما زال الجانب الآخر يعني ما لم ينفذ شيء. بالأمس نزلت لجنة سعودية سحب القوات من عدن، ونحن سنرى ماذا ستعمل اللجنة في سحب القوات، وننتظر نحن أيضا تشكيل الحكومة. فعندما تتشكل الحكومة وتنفذ أكثر النصوص التي ظهرت في وثيقة تسريع اتفاق الرياض، هناك نقدر نعطي أشارة أكيدة من التفاعل. ما المعلومات الواردة حتى الآن بشأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة؟ ليس هناك من معلومات حتى لا أكون حتى أكون صريح معك، ليس هناك من معلومات أكيدة، ولكن هناك تداولات يعني، وهناك يعني من يريد الاستحواذ على الحصص، وهناك من يريد أن لا يريد أن يهمش خاصة في الحصة الجنوبية. وكما ترى أنا عضو مجلس الشورى وعضو مؤسس يعني وقيادي في الائتلاف الوطني الجنوبي، نحن غدا معنا تظاهرة في شبوة، نريد أن نعلم الجميع أنه والقائمين على تسريع عملية اتفاق الرياض أننا مكون له جمهورة، وجمهورنا يأتي ضواعية وليس تهديد السلاح، ويجب أن تكون حصتنا موازية لبعض المقولات مهما كان كبرها ومهما كان الدعم أو من يدعمها. فهذا هو طيب. لكن حتى الآن لم يظهر لنا شيء، ما تسمع أنت في الميديا وأنا أسمعه، لكن شيء أكيد لا. طيب أستاذ صالح، هل تعتقد بأن ما يجري حاليا اجتماعات مشاورات ستنتهي في مصلحة الشعب أم مصلحة تكتلات معينة أو قوى سياسية معينة؟ شوف يا أستاذ عبد الولي، خلينا نتكلم بصراحة يعني. احنا بنتكلم بصراحه، شوف استاذ عبد الوليد، نحن كيمنيين ما بقي لنا الا اتفاق الرياض، اذا لم نتفق في اتفاق الرياض وتسريع اتفاق الرياض ليعود للوطن والمواطن ولجميع الهيئات حقها ويظلوا متمسك الوطن، ما لنا الا تسريع في تنفيذ الاتفاق. اذا لم يتم الاتفاق واذا اختلفنا مره ثانيه وتم الاتفاق، فهناك مستقبل مجهول يا أستاذ عبد الرويلي، ولا يرضي أحد أن يتنبأ بماذا سيكون. طيب الحكومة هل هناك اشتراطات بأنه تعمل في الميدان، أم يعني ستظل يعني مثل الدراسة عن بعد يعني؟
الحكومة أساسا مقالة، وهي حكومة تصريف أعمال الحكومة القائمة، وهي مغتربة ليست على أرض الواقع. نحن نتطلع إلى الحكومة الجديدة وتشكيلها الجديد، وسنرى أنها ستعمل على أرض الواقع، وسنعود جميعا إلى عدن. وإذا تشكلت الحكومة يعني جميع الوزراء يقسمون بالولاء اليمين الدستوري في عدن، وستعود هيئات الرئاسة وهيئات الدولة كلها، مجلس نواب وشورى وحكومة. طيب هذه أول شرط ربما يعني سيعيد للمواطن الثقة. يعني المواطن الآن لا يشعر بأمان، لا يشعر بأن الحكومة إلى جانبه، يعني طالما الحكومة بعيدة فستظل المشكلة قائمة. كيف يمكن للحكومة وهي بعيدة أن تشعر بآلام المواطن، أن تشعر بنقص الكهرباء، أن تشعر بانقطاع المياه، أن تشعر بانعدام الأمن؟ يعني هذا يعني مسألة أعتقد أنها بديهية لابد أن تكون في البداية. هل هناك تشدد في فرض هذا الشرط أو بإبقاء الحكومة في عدن؟ أكيد هذه من شروط تسريع الاتفاق أن الحكومة تعمل من ذا. وثانيا أنا أنوه كلامك الذي قلته أن الشعب مل، لا يريد حكم ميليشيات سواء كانت شمالا أو كانت جنوبا، سواء ميليشيات في المناطق المحررة أو ميليشيات حوثية. المواطن يريد الدولة، يريد أن يحاسب الدولة. المواطن أصبح عنده يعني ثقة أنه ليس هناك من عدل ولا مطالبة في خدمات إلا مع الدولة، ولو كانت حتى هذه الدولة رماد. لكن ميليشيات لا تقدر تحاسبها، ميليشيات هي يعني حكمها حكم القاب، لا تستند لا الدستور ولا القوانين ولا الأعراف إلا بما يعني بما يتناسب أهدافها. فأصبح المواطن الآن يعني مل من هذه الميليشيات شمالا وجنوبا، يريد دولة، يريد يحاسب الدولة حتى لو كانت الدولة ضعيفة، لكن لدي هامش من المسؤولية أنه هناك يعني من يقدر يغدر المسؤولية أو يكون في تكون معاناة المواطن في نصف عينيه في حلها ولو حتى على استحياء. فأصبح المواطن يعرف أنه ليس هناك من عودة الانقطاع على الكهرباء أو الخدمات أو البنية التحتية أو الرواتب إلا بوجود الدولة. أصبح يعني عنده يقين أنه بدون دولة لا يمكن أن تصلح الأمور. أشكرك جزيل الشكر أستاذ صالح النخعي عضو مجلس الشورى، كنت معي عبر الهاتف، وأتمنى أنه تتحقق كل البنود بسلاسة. رحب الدكتور حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهلا بك أستاذ حمزة. أهلا بك. البداية يعني مشاورات متعددة وتفاهمات عديدة أكثر من مرة، هذه المرة ما الجديد؟ ما الضمانات التي قدمت لي تسريع تنفيذ اتفاقية الرياض؟ أنا في تصوري أنه المملكة العربية السعودية الراعي لهذا الاتفاق، والتي تريد أن تجمع بين الإخوة والأشقاء الذين يواجهون ميليشيا الحوثي المتطرفة. اجتماعات اليوم لرئيس الوزراء والاجتماعات السابقة التي تمت كانت كلها يعني تتركز على حول كيفية تنفيذ الاتفاق مع بالتماشي مع الشق الأمني والعسكري الذي يجري الذي مفترض أن يشرع في التنفيذ خلال الأيام القادمة. هناك لجنة عسكرية سعودية من التحالف نزلت إلى عدن، وهذه اللجنة ستقوم بسحب السلاح الثقيل وإعادة تموضع القوات وتوزيع القوات وإعادة هيكلتها في عدن وفي المحافظات المحررة. هذا الأمر من شأنه أن 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 ينزع فتيل المواجهات، أي مواجهات قادمة، ومن شأنه أن يعيد الاستقرار. قلنا دائما أن المشكلة السابقة كانت في المناطق المحررة هي الازدواجية أو وجود أكثر من رأس أمني أو عسكري، وهو ما أتاح المواجهات تسبب ما تسببنا فيه. المشاركة السياسية ليست هي الأساس. أنا أتصور أنه يعني الحقائب ليست مغنم في هذا الوقت، هي مسؤولية كبيرة وهي صعبة. في تصوري أنه الأهم هو الترتيبات الأمنية والعسكرية. إذا ما استطعنا أن نحقق وأن نصل للترتيبات الأمنية والعسكرية سنحقق استقرار حقيقي في جميع المناطق المحررة، وسنتمكن من تحديد أولوياتنا بشكل صحيح في مواجهة الحوثي. إما نتجه إلى حرب حقيقية نستعيد بها صنعاء، أو نذهب إلى سلام كامل مع ميليشيا الحوثي وفقا لمرجعيات الثلاث وفقا لقرارات مجلس الأمن. لكن في تصوري الحالة السابقة والحالة الشاذة التي حصلت منذ أغسطس كان يجب أن يكون لها حل، واتفاق الرياض تتويج. طيب هل توفرت ضمانات لعدم تكرار الأحداث المؤسفة التي جرت؟ بالتأكيد تلاتبية الإجراءات الأمنية والعسكرية و يعني مثل ما يقولوا هولز، يعني
يعني هم عاملين يعني لن يتم اعلان الحكومه ما لم يتم انهاء الاجراءات الامنيه والعسكريه، وهذا هو الضامن الرئيسي لتنفيذ الاجراءات الامنيه والعسكريه. وبتصور انه الاهم في هذه اللحظه هو ان يقوم الدكتور معن عبد السعيد بالاجتماع بالجميع وان يجعل هذه الحكومه حكومه واحده وليست حكومه اطراف، وهو المهم ان تعمل هذه الحكومه بروح الفريق الواحد لانه مواطنين في عدن وفي المناطق المحرره بحاجه للخدمات، وهو تحدي كبير وليس بسيط. نعم دكتور، انا شخصيا لا اتفائل بموضوع المسميات، يعني تذكر حكومة الوفاق هي عادة تشير إلى أنه لا يوجد وفاق، يعني حصل صراع، حصلت مشاكل كثيرة. هل الحكومة هذه ستكون متجانسة أم يعني ستعيد إنتاج المشاكل والصراعات على الأرض؟ الأمر يعتمد أولا على قدرة رئيس الوزراء على قيادة الفريق، جميع الوزراء كفريق واحد، وأيضا عدم ذهاب الأطراف نحو التصعيد ضد بعضها البعض داخل الحكومة وليس فقط خارج الحكومة. هو مهم جدا أن يذهب الجميع، أن يعلموا أنهم وضعوا مرشحين ليس ليكونوا مرشحين شخصيين لهم، ولكن مرشحين ليعملوا في حكومة حقيقية من أجل الناس، وهذا هو الأمر الأهم. وهو تسامي عن وهو يعني فكرة الشراكة قائمة على التشارك في التنفيذ وفي المسؤولية وليس فقط التشارك في المغانم فقط، وهذا أمر أساسي. أنا أتصور أنه ستتضح المعالم عند تشكيل الحكومة وعندما نرى عملها على الأرض. ونحن يا عزيزي عبد الولي في لحظة فارقة، يعني الوضع الآن ليس فقط لا يعتمد على الحكومة المركزية قد ما يعتمد على السلطات المحلية. كلما كان أداء السلطات المحلية جيد كلما كان أداء الحكومة المركزية جيد، والعكس، كلما كان أداء السلطة المركزية جيد كلما كان أداء يعني السلطة الحكومة المركزية جيد كلما كان أداء السلطات المحلية في جميع المحافظات جيد. هو أمر مترابط في هذه اللحظة. تفضل. هل ستكون الحكومة متنوعة، يعني تشمل كل الأطراف، تشمل بالتأكيد يعني بالتأكيد تمثل اليمنيين كل جميعهم؟ بالتأكيد، وأنا أتمنى أن يتم إشراك جميع أطراف المؤتمر الشعبي العام. المؤتمر الشعبي العام أصبح الآن متنوع، ويعني وهناك أكثر من طرف داخل، وأنا أتمنى أن يتم إشراك جميع الأطراف بلا استثناء، ولا ينحصر إشراك المؤتمر على طرف معين. أنا أتمنى أيضا أن يتم التمثيل السياسي يكون جيد ومتوازن ومتعادل. نحن قد وصلتنا على المسودات عن التمثيل السياسي، اتصور انه تمثيل معقول حتى اللحظه. هناك اطراف قد ما تشارك، لكن في نهايه الامر اذا ما ذهبوا الناس نحو تشكيل حكومه اعتقد انه يجب ان يكون يختاروا شخصيات جيده، شخصيات قادره على تقديم الخدمات للناس، شخصيات تتحمل مسؤوليه ولا تعمل بنزق وتعمل خارج اطار الحكومه. انت رايت كما راى الجميع في حكومه الدكتور معين سابقا، التي كانت الحكومه السابقه التي تم يعني التي غيرها الرئيس، كان هناك من يعمل كل من يعمل بعض الوزراء الذين يعملون وفق أهوائهم ولا يعملون فريق الحكومة، وسمعنا تصريحات ومواقف وأشياء خارج إطار معقول. نحن نتمنى أن في هذه الحكومة أنها تحمل التنوع، والتنوع الذي أصلا هو ميزة أساسية في اليمن وفي السياسة في اليمن. أنا أتمنى أن ينعكس هذا وأن يعملوا بفريق واحد وبروح واحد، لأن المواطنين بحاجة خدمات، لا يحتاجوا إلى تصريحات أو مزايدات. المواطنين بحاجة إلى وزراء يعملوا ويقدموا الخدمات معهم على الأرض، وإذا ما قدموا هذه الخدمات فنستطيع أن نحقق نموذج حقيقي في المناطق المحررة ينعكس على الوضع في صنعاء والمناطق الاستراتيجية. نتمنى ذلك. أشكرك جزيل الشكر دكتور حبزن الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. وأرحب بدكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث في الاتصال السياسي، أهلا بك دكتور. ولماذا تأخر تنفيذ بنود اتفاق الرياض؟ مرحبا بكم، مساء الخير على السادة المشاهدين. طبعا ما نشهده اليوم أو بالأصح منذ 29 من يوليو هو ولادة ما سمي بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بعد أن تعثر لأسباب كثيرة من أهمها الملف العسكري والأمن، الترتيبات العسكرية والأمنية. طبعا انعدام الثقة بين الحكومة الشرعية والانتقالي، وخاصة تخوفات الانتقالي من تسليم أسلحته دون ضمانات لشراكته الكاملة ولتنفيذ مطالبه على سبيل المثال، ومحاولة الشرعية أن تكسب أكثر مساحة أكبر في مربعات الخلاف. الآن نحن أمام استحقاقات آلية تسريع تنفيذ الاتفاق. ليلة الخميس وصل فريق التنسيق والارتباط السعودي بقيادة الأستاذ محمد الربيعي المسؤول عن التنسيق والإشراف، طبعا بمشاركة قوات التحالف في عدن.
وصول الفريق يتعلق مباشرة بالترتيبات العسكرية والأمنية. بعد أن تم تنفيذ بعض الخطوات بطريقة خطوة مقابل خطوة. كنت تسأل ضيفك السابق حول الضمانات. الضمانات في آلية تسريع تنفيذ الاتفاق كما يبدو لي هي الخطوة مقابل خطوة، step by step، بمعنى أن الانتقالي، إعلان الانتقالي عن التخلي عن الإدارة الذاتية قابله تعيين محافظ ومدير عدن، محافظ عدن ومدير أمن عدن. بعد ذلك الخطوة الثالثة تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة قابله الانتقال مباشرة إلى الملف العسكري والأمني. بعد ذلك بعد الخطوة الرابعة التي هي خروج القوات العسكرية من عدن سنعود إلى مناقشة تفاصيل تشكيل الحكومة، طبعا وفق اتفاقات وحصص يبدو لي أنه اتفق عليها، ولكن بقيت التسمية، لكن يبدو أن حصص الأحزاب كأرقام قد حسبت. اليوم نحن أمام استحقاق مهم وهو إخراج القوات العسكرية من عدن لخارج المحافظة وفصل القوات في أبيض وإعادتها إلى مواقعها السابقة كجزء من آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. فصل القوات في أبيض نفهم منها عودة كل طرف من الأطراف العسكرية إلى مواقع السابقة، بما فيها عودة بعض المعسكرات الشرعية إلى شبوة وإلى مألب، وعودة الانتقالي إلى مواضعه أو مواقعه السابقة. أعود وأؤكد بأن الجديد في تسريع تنفيذ الاتفاق هي آلية خطوة مقابل خطوة، أي بمجرد أن تنجز خطوة يبنى على ضوئها ينتقل إلى ينفذ الطرف الآخر الخطوة المقابلة، يعني لا يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية قبل تنفيذ الخطوة الأولى. هذا تقريبا وتقريبا، وإن مش خلال الفترة كلها، يعني هناك 30 يوما للتشاور حول التشكيل حول تسمية أعضاء مجلس الوزراء، ولكن خلال 30 يوم يكون قد انتهت اللجنة العسكرية والأمنية من إعادة انتشار القوات الموجودة في عدن. ما أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، وبالمقابل ما الضرر في عدم الالتزام بها؟ على سبيل المثال الآن أصبح في الآلية الجديدة هناك تطبيق عملي، لم يعد هناك الأخذ بالحزمة الكاملة، ولكن خطوة خطوة، step by step. بالأمس تم تجهيز استلام القصر الرئاسي الذي يفترض، أعتقد أنه سلم اليوم أو سيسلم غدا، وستلي مرافق أخرى مثل مطار عدن، ربما يكون آخر المرافق قبل مجيء الحكومة التي ستسمى يعني ربما، وبقية المؤسسات. ولكننا الآن نلمس آلية عملية تتزامن مع انطلاق المشاورات، يعني لن ينتظر الجميع في مشاورات تشكيل الحكومة حتى تنتهي اللجنة العسكرية، وإنما ستكون متزامنة. اللجنة العسكرية وأمنية تقوم بسحب القوات من عدن، وهذا لن يأخذ وقت أكثر من 30 يوم نتيجة للضمانات العملية الموجودة. ثم بعد تسمية الحكومة ستكون عدن مهيئة لاستقبال هذه الحكومة التي تمارس عملها، ومنها سينطلق إلى الاستحقاقات التي على الحكومة تنفيذها، وهذا تضمنها اتفاق الرياض في الملحق الأول التي هي الترتيبات، وسمها الترتيبات السياسية والاقتصادية. نعم. طيب يعني تعرف في تجارب سابقة فيما يتعلق بالجداول الزمنية والقفز عليها، وكانت هذه ربما واحدة من أسباب فشل كل الاتفاقات والتفاهلات. لكن الجميع يتحدث عن طي الخلافات وعن حسن النوايا، كيف يمكن التحقق من حسن النوايا؟ حسن النوايا عادة مسألة، يعني واحد عنده ضمير واحد ما عنده ضمير، واحد عنده أمانة واحد ما عنده أمانة، كيف يمكن القياس أو كيف يمكن التثبت من هذه الأمور؟ يعني لا مكان لحسن النوايا حتى وإن حصلت، يعني هناك أهداف
أهداف جيدة لكل الطرفين. مثلا الجانب الحكومي له هدف في أن تسيطر الدولة على مؤسساتها وأن تورث وظائفها وسيادتها، وهذا هدف دستوري. في المقابل الانتقالي يريد له هدف أن لا يتم احتكار القرار ولا يهمش المجلس الانتقالي، وأن يتم تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية داخل الحكومة، وهذه كلها أهداف في صالح الوطن. أما تنفيذها فلا يقوم من خلال حسن النوايا، وإنما من خلال بناء الثقة. الآن نحن أمام خطوات عملية، كلما نفذت خطوة اعتبرت باتجاه بناء ثقة تقابلها خطوة لاحقة. وهناك الآن على الأرض لجان تقوم بتنفيذ الميداني، ولم يعد هناك حسب تصوري يعني لم يعد هناك مجالا للتسويف وللتأجيل. ستكون هناك طبعا هامش لجلسات نقاش جديدة بين الطرفين، ولكن ستكون مثلا حسب تصوري انه بعد اخلاء عدد من المعسكرات من المواقع العسكريه والامنيه، اعاده الانتشار العسكري والامني، ستكون بالتاكيد هناك جلسه مباحثات بين الطرفين تناقش تشكيل اعضاء الحكومه وبعض القضايا العالقه، لكني لا اتصور انها تؤجل او تسوف، لان التحالف بقياده المملكه العربيه السعوديه موجود على الارض، وهناك تنسيق بين طرفي التحالف، طرفي المعادله الامارات العربيه والمملكه العربيه. لكن في الاخير المساله مرهونه صدق اليمنيين في تنفيذ هذا الاتفاق. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث في الاتصال السياسي، ورحب دكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بك دكتور، وأتساءل هل يمكن إعادة ضبط الأمور في اليمن عبر هذه التفاهمات التي تجري الآن؟ مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. أهلا بك مساء النور. في الحقيقة يمكن أن نتفائل بدرجة كبيرة. التفاعل نابع من أن القوى السياسية الموجودة في الرياض قد استنفدت أعذارها، واستنفدت على الأقل أوراقها. ندرك أن الأطراف السياسية في اليمن الموجودة في المشهد السياسي دائما ما تتخذ من الاتفاقات فرصة للمناورة، فرصة للبحث عن تحقيق مصالح ذاتية أكثر من أن يكون هنالك قضية وطنية أو مشروع وطني. وطالما كانت الإشكالية هذه موجودة، بمعنى أن غياب المشروع الوطني والذي يؤدي بكل هذه الأطراف إلى الذهاب إلى حالة الصراع الدائم، ومن ثم تركب كل الاتفاقات بناء على مصالح هذه الأطراف. لكن لنتفاعل هذه المرة ونقول أن الخطوات التي تحققت حتى اللحظة جيدة. الخوض في نقاش مستمر أنا في تصوري أنه سيؤدي إلى التململ من هذا الاتفاق. وكان هدف الإعلان الأخير إعلان تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، بمعنى لدينا اتفاق جاهز وما هذا الإعلان إلا الاتفاق على المضي قدما في الخطوات بسرعة، الاتفاق على المضي بسرعة فقط. بالضبط. أما الاتفاق على المضي فهو قائم بمجرد التوقيع على الاتفاق. لكن يعني السؤال الذي يطرح نفسه، ما الجديد هذه المرة؟ يعني هل تجاوزنا الصعوبات التي كانت قائمة في المرات السابقة؟ هل نزعنا فتيل الصراع المسلح؟ هل اتخذت خطوات جدية؟ هل توفرت ضمانات كافية؟ ما الجديد؟ ليس هناك ضمانات كافية بالمعنى الكامل، إنما الضمان الموثوقة من كل الأطراف في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن الجميع يضع ثقله في المملكة، وبالتالي المملكة تدفع إلى أن يكون هناك اتفاق من مصلحة اليمنيين ومن مصلحتها ومن مصلحة المنطقة عموما يعني.
لكن الأطراف السياسية في تصوري أدركت أنه لا يمكن أن تمضي هكذا وحيدة، لن يحقق المجلس الانتقالي ما يريد، ولا الحكومة قادرة على أن تعمل في ظل هذا حالة التشظي، وبالتالي وصل الجميع إلى نقطة مسدودة تماما. فلم يكن من صالح الجميع إلا أن يمضوا في اتفاق الرياض، وأنا أعتقد أنه أفضل ما يمكن أن يكون لكل الأطراف ولليمنيين عموما. وإذا ما نجح اليمنيون في تنفيذ هذا الاتفاق دون إبطاء وبدون أعذار ودون أن يكون هنالك على الأقل نوع من العرقلة، فأعتقد سنشهد مرحلة متقدمة جيدة. اليمنيون سرعان ما يعودون، وهذه ميزة تحسب لهم، لكن للأسف سرعان ما يبحثون عن مخارج أخرى للتململ وللتحايل على الاتفاقات عبر التاريخ السياسي. أنا على يقين نوعا ما أن الأمور ستجري بشكل جيد، وإن كان هنالك حتى على أرض الواقع هنالك ما تزال بعض المناوشات العسكرية للأسف. طيب كخطوات تمت مثلا ما يتعلق بمحافظ بتعيين محافظ العدل ومدير أمنه، هذه خطوات جيدة. أيضا يجري العمل على سحب المعسكرات، سحب القوات والسلاح الثقيل من داخل المدن، هذا أمر جيد. لكن في الأخير هناك حكومة لابد أن تعمل، يعني من الداخل لابد أن تعمل في الميدان، لابد أن يكون بينها انسجام، لأن كل هذه الإجراءات ربما يعني تذهب هباء إذا لم تكن الحكومة وإدارة هذه الحكومة فيه نوع من الحكمة وفي نوع من المتابعة، يعني إلى أي حد تعول أولا على عودة الحكومة إلى عدن. ما طرحته صحيح، وأعتقد أن يعني إحنا أمام خطوتين شديدة الحساسية. الأولى مسألة أن يتم إخراج المعسكرات ونزع السلاح وإعادة التموضع كما قيل، على الأقل إبعاد الشرر نوعا ما. إذا ما نفذت هذه الخطوة تخفيف الضرر، لأنه السلاح برضو موجود يعني تعرف. بالتأكيد نعم، ومسألة الحكومة وأعتقد أنها هي الاختبار الحقيقي لكل هذه الأطراف السياسية، وهل هي قادرة على أن تتحمل مشروع وطني، على أن تقدم خدمة للناس، على أن تحقق مصداقية أمام الناس طالما وهي قادرة على الخلاف. لكن هل ستستطيع كل هذه الأطراف السياسية أن تقذف بالكفاءات وليس بالمكايدين إلى الحكومة الذين سيكونون قادرين على خدمة الناس لا على خدمة الأحزاب، الذين سيكونون قادرين على تسيير الأمور بشكل إداري وبشكل خدمي لا على محاولة السيطرة على الوظيفة العامة ورفع حفة هذا الحزب أو هذا الطرف وذات. هذا هو الاختبار الحقيقي والاختبار المهم. الذي أتصور أنه دكتور، هل أستطيع القول بأنه الأطراف أو الطرفين الاتفاق وصلوا إلى حالة من يعني القناعة أولا بأنه تنفيذ هذا الاتفاق أصبح ضرورة؟ كما أخبرتك سابقا، هذه الحقيقة التي توصلوا إليها والطريق المسدود أنه لا يمكن لأحد أن يمضي وحيدا ولا يمكن لأحد أن يسيطر. يعني هل يبدو لك هذا الكلام عمليا أم فقط تكهنات أنه هذا ما يجب أن يكون؟ في تصوري أن هذا هو الذي ألجأ الجميع إلى أن يكون اتفاق الرياض كحبل النجاة بالنسبة لهم، هم يدركون هذه الحقيقة. وإنما مسألة كانت يعني نوعا ما الابتعاد ومحاولة وضع شروط والصراع، هي مسألة رفع للسقف فقط لا أقل ولا أكثر. لكن لا يمكن المجلس الانتقالي قادر على أن يمضي وحيدا ولا الحكومة قادرة يعني على حتى المجتمع الإقليمي من حولنا لا يقبل بأن يكون هناك تعددية في داخل حكومة واحدة أو داخل جبهة واحدة. شكرك جزيل الشكر دكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي. وأرحب بضيفي الأستاذ والكاتب الصحفي المعروف الأستاذ عبد الله الدهمشي. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. وبداية، هل هناك أطراف داخلية تسعى لزيادة الفرقة والصراع؟ لا،
أولا الجميع في حالة صراع سياسي على السلطة، وهو صراع مدمر، وإلى الآن لم يظهر أي مشروع لتسوية هذا الصراع تسوية تاريخية قادرة على أن تعيده إلى مربع الصراع السلمي البناء. وبالتالي فإن كل الاتفاقات التي سبقت منذ نكبة فبراير 2011 وحتى اليوم هي مشاريع صراعية، بما في ذلك اتفاق الرياض الذي أتوقع أن لا يكتب له النجاح في الوقت الراهن على الأقل، أو في المدى المنظور، نظرا لأنه لم يقارب مسألة الصراع، وإنما توقف عند القضية عند الصراع الجنوبي بمقاربات خاطئة ابتدأت من المناصفة بين الشمال والجنوب، في حين أن الشمال ما زال تحت سلطة التمرد الحوثية الانقلابية، والجنوب منقسم بين تيارات ثلاثة هي الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وأطراف جنوبية أخرى غير مؤطرة في الاتفاق. مقارب أن الحكومة في حال تشكلها، وسيتأخر تشكلها بكل تأكيد، لن تكون قادرة على فرض سلطة الدولة، لأن مشروع الدولة غائب عن الجميع وعن الرؤية السياسية، والمسألة من الصراع ستستمر طويلا. نحن أمام مأساة إنسانية مستمرة نظرا لغياب الأفق السياسي للحرب وغياب الأفق السياسي أيضا للتسويات. وبالتالي فإن القرارات الآن تأجيل الصراع أو محاولة إدخاله في أطر شكلية لا تقترب من الحلول الجذرية للمشكلات بما في ذلك. والسبب الرئيسي والجوهري هنا هو غياب مشروع الدولة الوطنية في اتجاهها، وبالتالي لا يمكن أن نقول. طيب الصراع الآن يعني المحاصصة القائمة الآن على الحكومة، وكل طرف يحاول أن يرفع من أسهم في الحكومة، يعني هل يمكن أن يؤدي هذا التكالب على المناصب والحقائب الوزارية إلى أو يتحول إلى قنبلة موقوتة تنفجر بوجه الجميع؟ أنا قلت أنه هذا الصراع لم يقترب من تسوية سياسية أو من تسوية تاريخية تحيله إلى صراع سلمي بناء، وبالتالي فإن تقاسم الحكومة، فإن المجلس الانتقالي إلى الآن وحتى المجلس الانتقالي لم يقرب الرؤية الوطنية لدولة الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإن العمل تحت الجمهورية اليمنية بمسمى بنزعة انفصالية هذا غير متفق، ولست أدري كيف اتفق الجميع على أن يعملوا هذه التوليفة التي لا تقترب من الواقع بكثير. سيكون القسم الدستوري هو بالولاء للجمهورية اليمنية، وهو قسم دستور الجمهورية اليمنية، وبالتالي فإن على المجلس الانتقالي أولا أن يراجع نفسه، هل لديه رؤية وطنية لدولة يمنية قادرة على أن تتولى السلطات، وبالتالي تكون الحكومة تجسيد لهذه الدولة ولهويتها الوطنية ولأفقها السياسي في الداخل والخارج؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه الآن، يعني لكي نقترب من معالجات جذرية. وهل الحكومة الآن وهي تمثل الجمهورية اليمنية تعترف أن الشمال هذا الذي يخضع لسلطة التمرد الحوثي، وبالتالي يعني يخضع سلطة التمرد الحوثي بحاجة إلى حل جذري، إما بالحسم العسكري أو بتسوية سياسية تستطيع أن تخرج الميليشيات من أطرها الطائفية المرتهنة لإيران إلى أفقها الوطني؟ يعني الأفق الوطني هو الغائب الذي يقدر يجمع هذه الأطراف الصراعية. الصراع ما زال موجودا في الشمال وفي الجنوب أيضا، وهو صراع مدمر لكل أطرافه، لأن الغائب الأساسي والجذري هو مشروع الدولة الوطنية القادرة على أن تفرض قوتها المسلحة على الجميع بسيادة الدستور والقانون، وهذه لم يقاربها أي اتفاق سياسي حتى الآن، ولم تنطلق من أي رؤية سياسية لأحد أطراف الصراع أو لأي منهما في هذا. وبالتالي أنا لا أستطيع أن في هذه اللحظة التاريخية أن أتفاءل في الهواء الطلق. طيب إذن هل نقول بأننا فشلنا في تبني اتفاق شامل يجمع الأمة في مواجهة العدو الإيراني أو المد الإيراني، العدو الحوثي الذي يمثل إيران اليوم؟ هل فشلنا؟ نعم. في تبني اتفاق شامل؟ نعم فشلنا في اتفاق شامل، ووضعنا مشروع الدولة الوطنية
وبأفقها التاريخي الذي تجسدت فيه جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية في دولة هي الجمهورية اليمنية، أضافت إلى الثورة وإلى الجمهورية البعد الوحدوي للوطن، وأضافت إليه الديمقراطية بمفهومها التعددي السياسي وبدورتها الانتخابية. أضعنا هذا كله وأصبحنا في مربع صراعات مدمرة لا أفق سياسي لها، لا أرضية تاريخية لها، ولا أفق في المستقبل كما قال المناظر القدير أنيس حسن يحيى. شكرا جزيلا الشكر أستاذ الصحفي القدير عبد الله الدهمشي، كنت معي عبر الهاتف. رحب بضيفي أيضا عبر الهاتف دكتور محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع السياسي. أهلا بك دكتور. و يعني هل يمكن القول بأنه الصراعات طالما هناك اتفاقات تجري وهناك تفاهمات؟ ألو تسمعني أستاذ دكتور محمود؟ الصوت مش واضح. الصوت فعلوا الصوت شوية الآن. تسمعني؟ الصوت مش واضح. نعم دكتور. هل يمكن القول بأن الاتفاقات التي جرت دليل على أنه هناك إمكانية للتقارب وللتفاهم، لكن هناك أسباب قد ربما يكون السوشيال ميديا جزء منها، قد يكون الإعلام جزء منها، قد تكون هناك أطراف أخرى جزء منها؟ أتمنى تكون سمعت سؤالي. طيب حتى نعود لك دكتور، يعني من المهم جدا التأكيد على أنه أي اتفاق لابد أن تتوفر له أولا القناعة. أول نقطة أن توفر قناعة بأنه لابد من عمل اتفاق، وبالتالي أنا عندما أدخل اتفاق لابد يكون في تنازلات من أجل أحصل على مكسب، لابد أنه أعطي الناس مكاسب، لأنه إذا نفترض أنه في طرفين في هذا الاتفاق وبالتالي طرفين في الحكومة أو أكثر من طرف، فبالتالي نبتعد عن نظرة النظرة الأحادية والأنانية في التفكير أنه الحكومة هذه لابد أن أخذها أنا، المصالح والمنافع لابد أن أخذها أنا. ربما التفكير بمثالية لم يعد موجودا هذا الأيام، أصبح من سابع المستحيلات، لكن على الأقل انظر لمصلحتك من خلال مصلحة الآخرين. أنت لا يمكن أن تستفيد وأنت في وضع غير مستقر، لا يمكن أن تهنأ بحياتك وأنت من حولك حرائق وانفجارات وكل يوم وأنت مهدد بالموت. دكتور محمود الآن تسمعني؟ نعم. طيب يعني جلوس الأطراف على طاولة الحوار وإعادة الكرة مرة أخرى، وأيضا هناك رعاية إقليمية لهذا الاتفاق، دليل على أنه بالإمكان نحن ننفذ اتفاق، بالإمكان نحن نعطي للناس السلام ونحقق لهم بعضا من آمالهم في الحياة المستقرة. ألا تعتقد أنه هناك يعني عوامل أخرى؟ ما هي؟ هل السوشيال ميديا مثلا جزء منها؟ هل الإعلام؟ هل قوى ضغط محلية؟ هل هي قوى إقليمية؟ هل هناك تدخلات؟ ما هي العوامل التي تمنع هذا التوافق دائما؟ وفي الحقيقه احنا نتكلم على موضوع اتفاق الرياض، ان اعتبر ان هذا الاتفاق يمر بمرحله ومنعطف خطير جدا لتضافر عدد من العوامل التي تعيق تنفيذه، لكن نحن نعول بدرجه اساسيه على جديه الرعاه لهذا الاتفاق وبالاخص المملكه العربيه السعوديه، على اعتبار ان المملكه العربيه السعوديه هي الضامن الاساسي لتنفيذ هذا الاتفاق. طبعا هناك الكثير من عوائق تنفيذ الاتفاق، من ضمنها كما تفضلت بموضوع السوشيال ميديا. هذه موضوع السوشيال ميديا طبعا نحن نقول ان النيو ميديا وكل بشكل عام تعمل على تدقيق الاوضاع، لكن بالحقيقه هي تعد انعكاس لخطاب سياسي ايضا حزبي ناري متوتر يعمل على تدقيق الاوضاع. نعم. اذا الصراعات قد تحدث، لكن ربما بوتيرة أقل إذا ما نفذت بنود هذا الاتفاق، وأولها سحب القوات، سحب الأسلحة الثقيلة خارج المدن. أنت معي في ذلك؟ صحيح. طيب نعم. إذن كيف نعول على أول الحكومة وتجانسها والتنوع الموجود فيها في تحقيق الاستقرار؟ طبعا
طبعا نحن نؤمن على تشكيل حكومات كفاءات وطنيه تقوم بواجبها ومسؤولياتها الوطنيه من الداخل، وليس عبر عن بعد او عن طريق يعني التنقل من عاصمه الى اخرى. نريد حكومه كفاءات، وعندما نقول كفاءات نقصد بذلك التاهيل العلمي الخبره والتاهيل العلمي والخبره معا. ولذلك نحن خبرنا في الماضي الحكومات تقوم على محافظه وعلى معايير وعلى محسوبيه، وكل ذلك يجب ان يتم تحاشي في هذا التشكيل الحكومي الجديد، بحيث نرى حكومه قادره على تقديم الجديد فيما يتعلق بالشان الوطني على مستوى الخدمات على مستوى الامن وفي كافه المجالات. يعني نستطيع القول بانه من خلال التجارب حكومات المحاصصة وحكومات التوافق هي لا تشير إلى التوافق بقدر ما تشير إلى الصراع، لأنه لو لم يكن هناك صراع لما اضطررنا إلى يعني إقرار هذه النسب أو الحصص. كان الاتفاق سيكون أو كان التشكيل سيكون وفقا للمعايير المتعارف عليها، الكفاءة والخبرة وإلى آخر ذلك يعني. لكن كيف يمكن وضع استراتيجية شاملة لإنهاء هذه الصراعات والتوافق الحقيقي يعني؟ الاستراتيجية الشاملة لإنهاء الصراعات موجودة، وتمثل في ضرورة التزام جميع الأطراف بمبدأ أن الشعب صاحب السيادة وهو ملك السلطة ومصدرها. وبالتالي فإن مسألة الحكومات التوافقية هي مؤقتة، على اعتبار أن الحزب الذي يتولى حكومة حقيبة وزارية يفترض أن يكون له تنفيذ في البرلمان، وعلى ذلك لابد أن تكون المرجعية الأساسية هي الشعب، صندوق الاقتراع، صندوق الانتخابات، على الجميع الاهتمام والالتزام بهذا المعايير، بحيث نرى في القريب العاجل حكومات ناتجة عن اختيار أو أن تعكس إرادة الجماهير وليس توافقات أو مصالح الأحزاب. طيب لما تحدثنا عن البيئة الاجتماعية، هل هي قابلة ستقبل بما تم من اتفاق؟ يعني الناس ربما لديهم طموحات مختلفة عن طموحات السياسيين، لا علاقة لها بهذا التقاسم وبهذه المنافع التي توزع هنا وهناك. في الأخير المواطن يريد حصته من الأمن، من الاستقرار، من الغذاء، من الشعور بالاطمئنان للمستقبل. يعني أين المواطن في هذه الاتفاقات؟ المواطن طبعا قد سئل حالة الصراعات السياسية، وأيضا حتى قد سئل موضوع تنفيذ اتفاق الرياض، على اعتبار أنه حدثت انتكاسة كبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض في مرحلة سابقة، كان مناسبة للاعتراض، على اعتبار أنه ممكن أن يكون هناك أيضا نقوص عن هذا الاتفاق، لأنه الموضوع كما قلنا يرتبط بجدية رعاة الاتفاق وبالتحديد دول التحالف. وعلينا أن تدرك أن المواطن قد سئل من هذه الوضعية، ولابد من تغيير الأوضاع السائدة بحيث يلمس المواطن جدية في التعاطي مع همومه ومع قضاياه ومع مصالحه. هذا ما نتمناه ويتمناه كل مواطن في هذا البلد. وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع السياسي، كنت معي عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نتمنى من الجميع أن يكونوا شركاء في هذا الاتفاق، شركاء في صناعة السلام في اليمن وإعادة الاستقرار وإعادة الدولة يعني جزئيا إلى المناطق التي يفترض أنها في مواجهة مع المد الإيراني. وصلنا لختام حلقة اليوم، أشكركم جزيل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في حلقات قادمة. إلى اللقاء.